ونبقى مع رياضة قفز الحواجز التي تعتبر من أنواع رياضة الفروسية، حيث تم اختيار قدرة الجياد على القفز ومهارة الفارس من خلال تخطي العديد من الحواجز المختلفة. في التقرير التالي نسلط الضوء على هذه الرياضة. الزميلة سماح الشيخ كانت هناك حيث وافتنا بالتقرير التالي. طبعا رياضة قفز الحواجز رياضة مختلفة عن الرياضات ككل، وخاصة في رياضة الفروسية. رياضة قفز الحواجز تبني علاقة بينك وبين الجواد. نعم، فرياضة قفز الحواجز بالخيول ليس لها أسرار فحسب، بل تحتاج إلى الكثير من المهارات والتدريبات المستمرة على مدار الأسبوع، وهو ما أكده لنا الفارس علي عبد الله بن خادم خلال تواجده بنادي الشارقة للفروسية والسباق أثناء استعداداته للمشاركة في بطولة ستقام قريباً. الرياضة مش سهلة، رياضة تحتاج ممارسة وتدريب وركوب يومياً للخيل، تحتاج أنك تبني علاقة الخيل والفرس، تفهم لك تعرف أنت شو تبغي منها قبل المباراة، تكون جاهز ومحضر حق البطولة عدل. في طبعا كل بطولة تختلف عن البطولات، يعني في بطولات مثلا ندخلها بطولات تكون بطولات تدريبية للأخير، تجهيز لبطولات أخرى تكون. أما الفارس الشيخ خالد فيصل القاسمي بدأ كخيال منذ نعومة أظفاره، ومنذ 7 سنوات انجذب إلى قفز الحواجز ليشارك في العديد من المسابقات والبطولات محليا ودوليا. الصعوبات في رياضة قفز الحواجز أنها رياضة مش سهلة، ومش الكثير مش الكل يقدر أنه يؤديها، ويوم تقوى العلاقة بينك وبين حصانك طبعا يعني يزيد أدائك في الميدان. الحمد لله أنا قدرت أني أحقق المركز الأول في بطولة الإمارات من الموسم اللي طاف، والمركز الأول في بطولة لونجين أيضا. الحمد لله أنا النتائج طيبة في الميادين. الفارس فهد إبراهيم الهرمودي من الرعيل الأول لهذه الرياضة، وابن النادي الذي انطلق منه في العام 1984، وها هو اليوم ينقل خبرات هذه السنوات إلى منتسبي النادي. والله السر في الرياضة هذه الصبر، الصبر. أنا أقول الصبر في الرياضة هذه، وأن واحد يأخذ وقته ويكون عنده عزيمة، يكون عنده إصرار، ويكون عنده شغف، أنه ما يركب الخيل مجرد أنه نحن لنا كرياضة نركب الخيل، لازم لي نظرة، لي هدف. الهدف هذا إن كان فوز أنا لازم أتدرب أكثر، لازم أنتج أكثر عشان أوصل للنتيجة هذه. أما إذا كنت أنا مجرد ركوب أنا ما لي نتيجة. فالنتائج اللي موجودة عندنا في نادي الشارقة تعتبر أنا أتوقع ما أتوقع أجزم فيها هي الأولى على مستوى الدولة، يعني ما شاء الله. هذا وانطلقت البطولة التدريبية لقفز الحواجز في ميدان الصالة المغطاة بالنادي بمشاركة عدد كبير من الفرسان والفارسات بمختلف أندية الفروسية في الدولة. بفترة الصيف تقريباً كل 15 يوم مباراة تدريبية لفرسان النادي. طبعاً بعض النوادي من خارج من دبي أو من أبوظبي بيحاولوا أن يشاركوا معنا بنفس المباراة. نعمل فيها 4 ارتفاعات. في عنا ارتفاع صغير تقريباً 60 سنتيمتر، وارتفاع 80 سنتيمتر لل 90، ارتفاع الثاني بيكون للمتر متر وعشرة، ارتفاع ل 110 120، بحيث انه كل الفرسان يستعدوا للموسم بفترة الصيف. يذكر ان نادي الشارقة للفروسية والسباق يحتضن خلال الموسم الصيفي بطولات صيفية تدريبية في الصالة المغطاة بالنادي،
وهذه البطولات هي فرصة لصقل المواهب وتنمية قدرات الفرسان في مدرسة التدريب وتهيئتهم لاستقبال الموسم الرسمي للبطولات في الدولة مع بداية شهر أكتوبر.